ومرحبا بكم. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا أكلة تونسية تقليدية نطيبوها بالطماطم الشيحة وإلا الشريحة. الشريحة نتحصلوا عليها بعد تجفيفها في الشمس ونملحوها ونخبوها. البركوكشو أكلة تونسية تقليدية تمتاز بها المناطق الداخلية خاصة الوسط والجنوب، يتكون من برشة مكونات أساسية بها للبدن، هذيك علاش نطيبوها في الولادة خاصة للنفس، نعطوها للنفس ونطيبوها في الشتاء. تو باش نشوفوا مع بعضنا مراحل تطيب البركوكش. أول حاجة باش نحطوا الماء والزيت والملح والحم، وباش نحطوا المكون الرئيسي نتاعنا اللي هو الطماطم الشايح والوزف والقرنيط والحمص والفحات اللي هي الزينة والكركم والثوم والفاح. نخلوها تطيب، بعد نص ساعة نكملوا نحطوا البقول الجافة اللي هي الفول والعدس والفرماس. بعد ما تطيب المكونات اللي حطيناها الكل نرموا البركوكش. بعد نص ساعة نعملوا رشة كرافس، وفي الاخر بالكل نعملوا رشة معدنوس وشوية فلفل اكحل وشوية قرون فلفل. هكا نكون تحصلنا على البركوكش متاعنا، نحطوه في حاجة كبيرة وتتلمع عليه العائلة الكل، وصحة وبشفاء لكم.